بسم الله الرحمن الرحيم، موجز الأخبار من قناة سهيل، أهلا بكم. قالت مصادر أمنية في تعز إن الحملة الأمنية انسحبت اليوم بناء على توجيهات المحافظ نبيل شمسان، والذي وجه أيضا مذكرة لقائد محور تعز اللواء سمير الصبري وقائد اللواء 35 مدرع العميد عدنان الحمادي وأبو العباس بتسليم المطلوبين أمنيا المتهمين بالتورط في عملية اغتيال بحق ضابط وجنود في الأمن والجيش. ووفقا لمذكرة صادرة من المحافظ وجه فيها بسرعة تسليم المطلوبين أمنيا المحددين في مذكرة مدير شرطة تعز للنيابة الجزائية العسكرية. هذا وقال مدير عام شرطة محافظة تعز العميد منصور الأكحلي إن الأجهزة الأمنية نفذت حملة لملاحقة مطلوبين متهمين بجرائم اغتيالات وحددتهم بالاسم، مؤكدا أن الحملة تحركت بإشراف وزير الداخلية اللواء أحمد الميسري ومحافظ تعز نبيل شمسان. وأوضح الأكحلي في مؤتمر صحفي إلى أن كتائب أبي العباس قامت بالتمترس وحشدت آلياتها لمنع الحملة الأمنية من القبض على المطلوبين قبل أن تقوم بإطلاق النيران من أماكن تمركزها في حي الجمهوري وأسفل قلعة القاهرة، متسببة في استشهاد جنديين وإصابة آخرين. وأشار العميد الأكحلي إلى أن هناك شخصيات متنفذة داخل كتائب أبو العباس ممولة من جهات معينة تعمل على مخطط استهداف أبناء تعز وتدمير الكتائب نفسها، وأكد أن الأمن ماض في بسط نفوذه وانتشاره في كافة أحياء ومربعات المدينة. تواصلت المعارك بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثي من جهة أخرى شمال محافظة الضالع، واستشهد القيادي في حزب الإصلاح بمحافظة الضالع قائد موقع يبار في جبهة العود نجيب جار الله الحالمي ومرافقه عبد الله الحالمي في مواجهات مع ميليشيا الحوثي بمنطقة حبيل السماعي القريبة من قرين الفهد بالعود. جددت ميليشيات الحوثي خرق وقف إطلاق النار في الحديدة وقصفت مواقع الجيش الشرقي وجنوبي مدينة الحديدة، كما استهدفت ميليشيات الحوثي مواقع متفرقة لقوات الجيش في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتة. هذا وواصل أهالي عدد من قرى ومناطق مديرية التحيتة بالحديدة النزوح من منازلهم، وقال النازحون إنهم أجبروا على ترك منازلهم هربا من القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الحوثية بشكل متواصل. وشكى النازحون من الظروف القاسية التي يعيشونها، خاصة وأنهم يعتمدون على الزراعة في مناطقهم التي أجبرتهم الميليشيات على النزوح منها. أما في مديرية كتاف بمحافظة صعدة فقد بدأ نازح أبناء قرى ووادي آل أبو جبارة العودة إلى مناطقهم، وتأتي هذه الخطوة بعد نجاحات عسكرية حققها الجيش الوطني بدعم من التحالف العربي في تحرير عدد من المناطق بمحافظة صعدة من سيطرة الميليشيات الحوثية. وكلفت قيادة القوات المشتركة فريقا للإشراف على عودة المواطنين ومتابعة وتسهيل إجراءاتهم. دمرت مقاتلات التحالف العربي طائرة مسيرة في منطقة القيف بمديرية ساقين بمحافظة صعدة، كانت الميليشيا الحوثية تحاول إطلاقها لاستهداف الأراضي السعودية، كما دمرت المقاتلات صاروخا باليستيا في المديرية ذاتها كانت الميليشيات تحاول إطلاقه باتجاه أراضي المملكة. وأكدت مصادر ميدانية مصر عدد من عناصر الميليشيات خلال العمليتين من بينهم القياديان المدعو عبد السلام المهرم المكنى أبو مسفر وعلي عبد الله صالح المهرم المكنى أبو علي. شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن غارات استهدفت من خلالها مواقع وآليات الميليشيات الحوثية في منطقة الجماجم بمديرية الزاهر بالبيضاء، وأفادت مصادر ميدانية عن إعطاب المقاتلات طقمين للميليشيات. نهاية الموجز، في أمان الله.